أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شردت عليهم الزهاد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرتوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العليا والثناء الجليا وعبدت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفضتهم بعلمك وجعلتهم الزرية إليك والوسيلة إلى رزوانك فبعض نسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الحلقة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين وأجبته وجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا وبعض أولدته من غير أب وأتيته البينات وأيدته بروح القدوس وكل شرعت له شرية ونهجت له من حاجة وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مدة لا مدة إقامة لدينك وحجة إلى عبادك ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت علينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما حاديا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فما كان كمن تجبت سيدا من خلقت وصفت من استفيت وأفزل من اجتبيت وأكرم من أتمت قدمته على أنبيائك وبعثته إلى ثقلين من عبادك وأوطأته مشارقك ومغاربك وسكرت له البراق ورجت بروحه إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالرعب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوى صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وزي للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا فقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رزوانك فلما انقضت أيامه وقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم حاد فقال والملاء أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وعل من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصراه واخذل من خذلاه وقال من كنت انا نبيه فعلي اميره وقال انا وعلي من شجره واحده وسائر الناس من شجر شتى واحله محل هارون من موسى فقال له انت مني بمنزله هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه وابنتيه سيدتي نساء العالمين وأحل له من مسجده ما حلله وسد الأبواب إلا بابا ثم أوداءه علمه وحكمته فقال أنا ومدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيتك على منابر من نور مبيزة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الزلال ونورا من الأمى وهبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دينين ولا يلحق في منكبة من مناكبه يهزو هزو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل ولا التعويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وترى فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش زبانهم فأودى قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وهنينية وغير حنة فزبت على عداوته وكبت على منابزته حتى قتل الناكسين والقاسطين والماركين ولما كزى نهبه وقتله أشقى الآكرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قتية رحمه وإكساه ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وصبي من صبي وأقصي من أقصي وجرى القزاء لهم بما يرجى له حسن المسوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعدا وهو العزيز الحكيم فعلى الأتائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فلتزرف الدموع وليصرخ السارقون ويزيز الزاجون ويئج الآجون أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح
وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الحيرة بعد الحيرة أين الشموس التالية أين أقمار المنيرة أين الأنجم الزاحرة أين علام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تقلو من الإترة الحادية أين المعد لقطع دابر الزلمة أين المنتظر لإقامة الأمت والإباج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدكر لتجديد الفرائض والسنان أين المتخير لإيادة الملة والشريعة أين مؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والإسيان والطغيان أين حاسد فروع الغي والشكاك أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع حبائل الكذب والافتراء أين مبيد العطاة والمرادة أين مستاصل أهل العناد والتذليل والإلحاد أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع كلمة التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بزخول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين المنصور على من اعتدى إليه وافترى أين المستر الذي يجاب إذا دعا أين صدر الحلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوكاء والحماء يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الحيرة المحزبين يا ابن الغطارفة الأنجبين يا ابن اللطائف المطهرين يا ابن الخزارمة المنتجبين يا ابن الكماكمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السروج المزية يا ابن الشهوب الساكبة يا ابن الأنجم الزاهرة يا ابن السبل الوازهة يا ابن الآلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعلم الماسورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الزاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابقات يا ابن الطه والمحكمات يا ابن ياسين والزاريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان كعب قوسين أودنا دنوا واقترابا من العلي الأعلى ليت شعري أين استقر تابك النوى بل أي أرز تقلك أو سرى أبي رزوى أو غيرها أم زيتوى عزيز علي نرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني زجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يقل منا بنفسي أنت من نازه ما نزهنا بنفسي أنت أمنية شائك يتمنى من مؤمنان ومؤمنات ذكرى فهنا بنفسي أنت من أكيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أصيل مجد لا يجارى
بنفسي أنت من تلاد نعم لا تزاها بنفسي أنت من نسيف شرف لا يساوى إلى متى أهار فيك يا مولاي وإلى متى وأي كتاب نصف فيك وأي نجوى عزيز علي نجاب دونك وأناجى عزيز علي أن أبكيك ويكزلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دون حمى جرى هل من معين فأتي لماءه الأويل والبكاء هل من جزوء فوسائد حجزه إذا خلا هل كزيت عين فسعدتها عيني أنا الكزا هل إليك يهما يا ابن أحمد سبيل فتلكى هل يتصل يومنا منك بيدة فنحزا متى نرد مناحلك الربيع فنروى متى ننتقي من أسب مائك فقد طال السدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لوان نصر الترى خطرانا نوف بك وأنت تعمل ملأ وقد ملأت عرزا وعدلا وزقت أعدائك حوانا وإكابا وأبرت الأتات وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واستسست أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستهدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فاغس يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجوى وبرد قليله يا من على الأرش استوى ومن عليه الرجاء والمنتهى اللهم ونحن عبيدك التائكون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومآزا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما وجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من استفيت من آبائه البررى وعليه أفزلا وأكملا وتما وأدوما وأكسرا وأوفرا ما صليت على أحد من أسويائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأكم به الحق وأدهز به الباطل وأدل به أولياك وأزلل به أعداك وسل اللهم بيننا وبينه وصلتان تؤدي إلى مرافقة سلفه وجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وإنا لا تعدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامن علينا برزاه وهب لنا رافته ورحمته ودواءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك وجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعانا به مستجابا وجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وهوائجنا به مقزيا
واقبل علينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر علينا نظرة رحيم نستكمل بها الكرامات عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسكنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكاسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لازم أبدا يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.